الدورة تقدم عن طريق جامعة كامبريدج الدولية، ويقدم البرنامج ويرعى البرنامج ويدعمه مؤسسة الأمير محمد سلمان الخيرية مسك، وتحت مسمى زمالة مسك للمعلمين، وهو يطلق لأول مرة، وهو برنامج مخصص للمعلمين للحصول على زمالة مسك في التدريس بالقدرات الرقمية. جميل. المعلم المتخرج من هذا البرنامج يحصل على شهادة كامبريدج الدولية. حلو. في التدريس بالقدرات الرقمية. ممتاز. طبعا ما تنتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلا يكون عندك قاعدة أساسية أو مخرج أساسي أو تقييم أنك بنيت عليه أن هذه المادة أو هذه المرحلة أو هذا البرنامج أعطى ثماره وحقق أهدافه للمعلمين. طبعا المعلمين أكيد من ضمن الشهادة أنه يكون للمعلم مشروع. ناتج أو مشروع يطبق، أنه في نهاية هذا البرنامج يطبق مشروع عن طريق برنامج معين على طلابه. أيضا من ضمن المتطلبات الشهادة أن المعلم يقيم مجتمع مهني تعليمي رقمي داخل المدرسة أثناء الدورة. أثناء الدورة. نعم. أثناء الدورة. اليوم تم تكريم المعلمين المتفوقين في مبادرة تطوير المهارات الرقمية للمعلمين، والبالغ عددهم 48 معلم ومعلمة. هذول كلهم متفوقين؟ نعم، هذول المتفوقين طبعا من أصل 150 معلم اجتاز 130، والمتفوقين 48 معلم طبعا في ثلاث مناطق: الرياض وجدة والشرقية. الحمد لله أنه كان من ثمار المرحلة السابقة المعلمين اللي تخرجوا، يعني أخذنا منهم حوالي 6 أو 7 معلمين من المعلمين اللي تخرجوا وتفوقوا في المرحلة الأولى، أخذتهم كامبريدج ليكونوا مدربين. جميل. في المرحلة الثانية، هذا معنا الآن مدربين سعوديين، والحمد لله تم توطينهم واستخدامهم معنا في الوزارة. بإذن الله راح يستفاد منهم. أكبر فائدة أثرها على الطالب وعلى الميدان التربوي طبعا أنت أكيد. لما تدربها المعلمين وتعلمهم على هذه التقنيات الجديدة وتفتح لهم أبواب واسعة في المجال التقني، فهذه أكبر أكيد. أثر بإذن الله.